تفهمش هذه مشكلتك ناديه. واخا نسولك مرحبا ياسين تفضل شنو تعني او ماي جاد؟ ما نكذبش عليك معليش مع الانجليزيه بزاف ولكن غالبا كتكون هي مع يو فاميلا مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. سلسله جديده اليوم غادي نشوفوا اغرب محادثات ديال الواتساب. المهم الا كنتي كتشاهدنا اول مره ما تنساش تضغط على زر احمر اسفل هذا الفيديو راه بالاحمر زر الاشتراك ومرحبا بك في اكبر عائله. اهلا ولدي يوسف اهلا خالتي شفت صورتك في واتساب ما شاء الله كبرتي وزيانيتي خاصك غير شي عروسه خالتي من الاخر بنتك كوفره. خالد اجي شنو سميت مامك عايشه علاش والو غير سولتك اجي صيفط لي شي فوتو ديالك راهي في البروفيل بغيتيها اه وي صافي خديتها علاش بغيتيها حتى واش مريض ولا مال امك اه حق مبروك على الناس اللي كلاو البارح الصواريخ اللي وصلهم صواريخ ارض جو اللي صبح راسو بخير ما دار وما تلعب ولا كان البارح مريح مر فطور ما راسو دار ما والو عارف راسك راك مرضي الوالدين والسيده اللي معاك راه مرضيه كنت مريح وكل ساعه تقول لهم راسي ضرني بغيت نشرب كاينه ديال الراس وكذا عارف راه قذائف الهاون راه كل ساعه كتنزل عليك بالصحه والراحه. حبيبه ديالي كي دايره مع الصيام فاطره اليوم ما صايماش علاش عندي ظروف ربي يشافيك حبيبه يا ربي اللي فيك يجيني انا انت اصلا راك ما صايمش ملي كتقول حبيبه تا راك كاع ما صايمه ولدي ويا ربي يجيك بالصح فراسك كتعجبيني هضر لي على المستقبل ديالك هضر لي على الماضي ديالك ان الله غفور رحيم ان الله رزاق كريم هادو هما اللي كيعيبوا الانسان دابا اغلب البنات ملي تبغي تزوج ولا شي حاجه راه غتبدل عن مرتها تبدل المود باس ديال فيسبوك تقدر تحيد جد بابا الكلب انت اللي خاصك تدبر على خدمه انت اللي خاصك تدبر على خدمه وتخدم على راسك والحمد لله ان الله غفور رحيم وان الله رزاق كريم انت زايده في 99 وي علاش صافي غادي ندوي مع وكاله لانازا نقول لهم ما تخافوش كيفاش غادي نقول لهم ديك 15 مليار اللي تخسرات في 99 باش يعرفوا القمر فين مشى انا غادي نضرب عليهم في الزهر ونقول لهم ها القمر داوي معايا دابا شكرا تفز زيد 98 علاش حيت واحد العجل هرب لجدي في 98 غادي نمشي نقول ليه راني لقيته دابا يا باش ما عمرك تقعد تعنب شكرا على النصيحة شكرا على الشكر عفوا على شكرك لشكري شكرا لعفوك على شكري عفوا لشكرك على عفو شكرك لشكري شكرا لعفوك على شكري لعفو شكرك شكري انا غنفطر ايوا علاش ما تزوجتيش لدابا ناري هذه ديال الصفحه ديال الطرونات صراحة انا فيا بزاف ولكن لحد الان مازال حتى واحد ما عمر لي العين ما شاء الله وكتسناني انا نعمرها لك اويلي لا راه بغيت نقول دواو فيا باين العربون دواو ودواو والله حتى غير دواو راه بعض المرات حرف واحد يقدر يدمر لك الشرف ديالك كامل زيرو دوك اللي تيكتبوا الكلافي بزاف وبالاخص اللي عندها طفاره طوال كيتخلطوا لها الحروف تكايسي الشريفه تكايسي شي دعوه للخوت لصحاب لافاك اكادير تحيه لك خويا جمال الفا الله يسهل عليكم كاملين كاع الناس اللي غيدوزو امتحانات الله يسهل عليكم كاملين بغيت كاع اللي كيتفرج جمال الفا بيبي وتا اللي ما كيتفرجش جمال الفا بيبي بغيتكم كاملين تنجحوا يا ربي كلشي يكتب امين يا ربي ادعوا معاهم من القلب وديروا لايك للفيديو باش عندكم الشونطاج باش نطلع الفيديو فهمتي ديروا لايك للفيديو اللي باغي كاع الدراري كاملين ينجحوا الله يسهل عليكم كاملين بدير في حياتك انا خدام حاليا في طرفايا كنت غنبلوكيك والله بعض المرات تيبقاو يديروا لك سكرين بحال موكم ورا شي دريريه وكتاع ولا شي لعيبه باش انت تدخل وتقرا زعما هادشي خدام في طرف ايه بلوكن يا خويا صافي لا ليست لوكاج فيها غير العائله ما نقدرش ندخل ماما توحشتك بزاف ما قدرتش نصبر بلا بيك ماما ما بقيتيش ماما توحشتك بزاف ما قدرتش نصبر بلا بيك ماما ما بقيتش كنكمي وليت كنصلي ماما الشتا والبرد ما جانيش النعاس ماما سمحي ليا راه ما ناسيكش لا اله الا الله لا اله الا الله الله يصبر كل واحد فقد الام ديالو يا ربي الله يسمح لنا من الوالدين يا ربي عرفتي يا سامو تنرتاح فاش تنخرج انا وياك حسن من الخرجه مع صحاباتي شو مسميها الفايرا ود الحرام بالسيفه بنت العبد واكله شاربه راكبه مساليه فاور بوك كنتي كتخلصي كنت نخرج معاك انا بالطليب والرغيب بصح الخرجة مع العشران وكدا والناس اللي كيخلصوا وكدا وهادي كتكون زوينة فهمتي كترتاح مالك انت اللي كتولي ضارب الحساب ريحوا في قهوة
في الجوع. باسي شي صوره باش نعرفو غدا نتلاقاو وشوفني. وباش غادي نعرفك؟ انا قصيره فيا 1.56 وكان مزن 60 كيلو. وانت باش غادي نعرفك؟ تلقيني هز متر وميزان وكندور. الحب انت ما بقيتي زعما راه ساترها داير ليها الفولار ايموجي، راه هو الفولار دابا فهمتي تيغطي على مرته. انت ما بقيتيش كتبغيني كيما الاول، لا بيبي وليت كنبغيك اكثر من الاول. ها يعني انت ما كنتيش كتبغيني في الاول؟ لا لا كنت كنبغيك بزاف بحال دابا، يعني حبك ليا كاع ما كيزيد. لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا راه هو النوع اللي كيقلب على المشاكل باي طريقه باي طريقه، باغي ينوض الصداع. الله ينجيك من بحال الحب هذا. هادي راه تزوج بهادي راه تخلي دار بوك. واحد محتاجك ضروري، مالك عاوتاني ياك؟ لاباس بغيتك تجيب طوموبيل وتديني لدارنا، راني سكران كاو. فين انت؟ البار اللي موافق تنكون فيه واخا 10 دقائق نكون عندك. العز بيك خويا. صافي خويا فؤاد راه ديبانيت راسي بلا ما تصدع راسك، راه انا اللي جيت وديتك. حاجه واحده قول لي يا خوت، كيفاش سكران وعرفتي تكتب اخاي وطابي داكشي زوين وكدا ونقي؟ يعني مصراعه ساد. مبروك رمضان باش ما تمنيت اولدي، واخا تبارك لي حتى عيد الاضحى راك ما غاديش تفاليدي بطبيعه الحال استاذ، حيت هو دري، حيت هو دري شي علاش ما غيفاليديش مسكين. واخا يبارك لك معاناه تكتبات على علينا حيت حنا دراري. ماكو كانت بنت وكدا وخايبه وما مربياش تقدر تفاليدي. باغي الحب اه، باغي الزين اه، باغي الظرافات اه، باغي الحداقه اه، خدا ودادي. كاع المغربيات زويونات وظريفات كاملين بحال بحال، ما كاين حتى شي فرق ما بين وداديه ولا رجاويه ولا عسكريه ولا بركانيه، ما كاينش شي فرق. يا سلام خويا جمال، كنعاني من هذا المشكل انا وياها. تعرفنا دازت 3 ايام قالت لي حصلاتها ماماها، ولكن انا حاس شي حاجه ماشي هي هذيك، كاينه شي حاجه في هذه القضيه، حيت ما يمكنش واحد تعرفت عليه 3 ايام دوز 3 ايام تبلوكي. انا حاير دابا نقرا هاد الكونفرساسيون، علاش بلوكيتيني؟ فين كنساين الميساج ديالك؟ راه ماما حصلات عندي التليفون قفرتها. اواه والله عرفتك مصاحبه. شوف انا نبلوكيك دابا حتى نبدل النمره ونصيفطك ميساج. اوكي يلا يلا الاخوان عطيونا الاراء ديالكم. الاخ بلال تيسول على هذا المشكل هذا، عافاكم الاخوان كل واحد فيكم يعطي ميساج ويكتب هاشتاغ بلال، هاشتاغ بلال باش هو يعرف ميساج ليه. 3 ايام بلوكاتك ما حملاتكش، الراي ديالي اما حملاتكش وما تفاهمتش معاك وباينه انت كثرتي شويه ما عطيتيش قيمه لراسك ولدي فهمتي. ملي كتبقى تفرض راسك بزاف هادشي اللي كيوقع. ولا رجع فارس الاحلام الغدار نيمار، رجع هذا عاود هضر معاها راه صافي غادي تصالح معاها هادي فهمتي. حيت انت طلعتي لها في الراس بالزربه ما ضرباتش عليك تماره فهمتي، حيت انت اصلا طيحتي من راسك بزاف فهمتي. المهم الدراري عطيو الراي ديالكم، هاشتاغ بلال ولايك الفيديو الخوت وسبسكرايب. اوكي يا بنت الناس، اش كتحاول دير دابا انت؟ بغيت نشهيك زعما؟ انا اصلا ما صايماش، سير نباصي لك شي حاجه نشرشم لك صيامك النيت. قال لي يقول لك البنات الضعفاء راه عندهم واحد القوه خطيره تشرشمك كلك. الله يسر انا كيدهن عظيم راه الله اعترف بها. على ودك نشرب البحر؟ اودي مالك اجي غير شرب كاس تاتاي مع بابا نيشان من الاخر. واخا داك الكاس راه بحال اللي كيشرب داك بحال اللي غيشرب الماء القاطع فهمتي، راه بحال ما عرفت شنو غادي يشرب. شوف تخون شنو داير في الكومونتير. المهم اللي مزوج ومسافر يرجع لدارو في اقرب وقت، راه حميد داير ما باغي. سلام حميد نشوفو غدا. راجلي مسافر خوتي، خوتي اللي مسافر خوتي يرجع، اللي مسافر اخوتي يرجع. كلشي بارطاجي الفيديو اخوتي، اللي مسافر يرجع. حامد راه ومع 12:51 ما عطلاتوش مسكينه مزروبه. العربي واش كان عجبك؟ لا ما كتفكرش فيا غير شي شويه؟ لا ملي كتشوفني ما كيتحرك فيك والو؟ لا ولكن ما سولتينيش واش كنبغي، واش كتبغيني؟ لا. ما عندوش بحال هادي بلا ما يهضر لي على شي حب. خويا جمال شي ديديكاس، خوتي حاتم ورضا ويونس وجمال واسامه ويوسف، تحيه لكم اخوتي. ماي سلمى
خوتي زعما مازال عندي شي امل نعيش. لا اه واخ كتبغيني اه ولكن انا راه فقير. اه ماشي مشكل نسعاو انا وياك بيبي بزاف تحبه بيبي. كنحمد الله ونشكره انني ما تسحرت تماك وراني تقييت لك هنايا. يا تحب تعاون وياك بيبي الهضره ديال الواتساب غتساو بيبي فيا الجوع. او حبيبه واش نوض ناذن لك؟ يا ريت يا حبيبه. لا ويلي 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 هربتو هربتو اخوتي هربتو هربتو اخي في الله بيبي سوري اخي صحه صيامك الاخت. يسلم خويا ماشي صاحبي بعد الفطور نحكيو. في امان الله اختي العزيزه احبك في الله مع السلامه قبولات الشر. تفك خرج خرج خبري مع صبايك لاباس. لا والو اختي غير حصلت صاحبك يخوني. شكون فيهم يوسف ولا مهدي؟ لا كريم غير صبري اختي الرجال كاملين بحال بحال ما فيهم ثقه. مرحبا ميرسي. المهم انا جو شيرشي ان نوم اللي نقدر نكمل مع حياتي مي لو بروبليم سكو ما كنزعمش نهضر مع نامبورت كي. il faut que je le connais face à face عاد نهضر معاه في لي ريزو سوسيو. المهم زعمت وقلت نهضر معاك بوسيبل نلقى شي حد لي سيريو. جي 23 زون عندي لا ليسونس في لا جيستيون دو انتربريز خدام اي جو سوي لو سول عندي مي بارون سا فو دير ما كنقلبش شي حد اللي يحقق لي ما يا خليفه او مود ما يا خليفه. انت ما غنقلبش على شي حد اللي حقق لي احلامي الحمد لله ما مخصوصه من والو. ما بغيت الراجل اللي يكون بجنبي اللي نتيق فيه نعيش نعيش كي غايشه في دارنا نتعاونوا مي انا ويا سيتو. ديزولي اوتر فوا هشام. اوكي تبارك الله عليك فينك هذه هي ملي كتبغي تضحك لك الحياه عندما تريد ان تبتسم لك الحياه. فينك خونا اللي هشام باسي كومبوزي خوتك دير زوين. واضح صوري بالفلاش دابا هادي تيق في هادي تصيفط لك النقله. خرج 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 سلام. شت كدوي مع صاحبي في فيسبوك؟ انا يا صاحبته خاصك تبلوكيه من الفيسبوك ولا كان عندك حتى في الواتساب بلوكيه. ميرسي وعليكم السلام. انا هي ماما نقد نبلوكي من الفيسبوك وواتساب مي ديما يكون عندي في الدار. هاو ار يو فين؟ غا هنا في الدار وانت فين؟ شتي نهار العرس دير فيا تشوف. اه وانت مع راجلك حشومه كلشي دابا مشات يشوف لهاد العضه وكدا ونشاو هاد العزاوي اللي حاضي من هنا. يعني خونا من هنا كيبين لك بانه هو لن يتزوجك ابدا. بيبي غنخرج دابا غنمشي للبحر المكي. فين غادا؟ بحر مكي باش نشري لماما الدواء. واش ما كتعرفش فرنسيه؟ كتبيع فرنسيه نشوفها فارماس ويلي ويلي معاق انتي مكتبتيهاش مزيان هكا كتكتب معقده. اه انتي معقده. الا كانت معقده هي بنت دارم واللي ماشي معقده هي هذيك اللي كدور في زناقي وتصاحب مع مليون واحد فانا معقده وافتخر وشكرا حيت اكدتيها ليا. ربي يخليك. شوش دايره ليه شوشو قوه الاحترام اللي احترمات السيده هذه. تساليو معايا بحال هاد البلانات هذه يعني كتعطيك راي ديالها فهاد السيد كيفاش داير. كاين شي واحد الارتي سول البنت واش معقده واش حتى مريض ولا مال. كاين تيشوفك ميسي حماق عليك حيت زوينه تبارك الله عليا. لا حيت كوفره تبارك الله عليكم الخوتي. وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. الا بغيتو حلقه اخرى كتبوها لنا في التعاليق. وصلوا الفيديو 30 الف لايك ولا 40 الف لايك. المهم نتوما تحكموا. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.